السؤال الذي يطرح نفسه، واش كنعطيو المعطيات الخاصة بنا على طبق من ذهب لعمالقة الغافام؟ دابا هاد الشركات كاملين غياخذوا المعلومات ديالي انا. اي واحد كيستعمل الانترنت فراه كليان ديالها، وفين ما تلقى راسك كتكونسومي شي حاجه فابور عارف راسك انت هو البرودو. تخيلوا معايا انترنت بلا مستخدمين، مين غيدخلوا هاد المواقع والشركات الرقميه المداخل ديالهم؟ بحال الا قلتي شي سوق شبعان سلعه والشاري ما كاينش، ومع قدوم الجيل الثالث من الانترنت او لا انترنت الاشياء والبيك داتا، فالخوارزميات ولات عندها القدره على تجميع المعطيات الشخصيه ديالنا وحتى الميولات ديالنا بما فيها الميولات الجنسيه. ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد هادشي كامل باش يتحكموا في حجم استهلاكنا الرقمي، وكل ما حطينا معلومات اكثر وخدات هاد الخوارزميات كل ما قدرت انها تعرفنا اكثر وكثر من ريوسنا كاع، وكل ما ضعفت القدره ديالنا على التحكم في ريوسنا وفي التكنولوجيا. خلاصه القول هاد الشركات باغا غير تعرف السيكولوجيا ديال المستهلك باش يزيد يكونسومي كثر. شركات غافام ماشي بالضروره راها خطر بشكل عام، ولكن كاينه مخاوف وتحديات خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. اراء الناس كتفاوت بناء على اعتبارات مختلفه، ويمكن تكون وجهات النظر ايجابيه ولا سلبيه على حساب السياق والمصلحه الشخصيه.